السلام عليكم، معكم المصممة فاطمة زهرة الحمدوني ومنظمة شوتينغ أناقة بلادي اللي كيفتح أبوابه للعرض ديال المبتدئين. الوغ الهدف من هاد الشوتينغ ومن هاد المسابقه ومن هاد الكاستينغ هو اننا نخليو هاد العارضين والعارضات المبتدئات والمبتدئين خليناهم يعيشوا طقوس ديال عارض ازياء محترف بالتدريبات اللي قدمناها لهم وبجلسه التصوير اللي درناها لهم بالقفطان المغربي الاصيل بالنسبه للعارضات وبالجبادور وبالكوستيم بالنسبه للعارضين. وكنشكر بزاف مسيو بدر على المجهودات ديالو الجباره، كنشكر رياض عمور شكر جزيل، كنشكر لي فوتوغراف منهم سي عزيز وسي مراد نوردين، كنشكر لي زاسيستونس اللي وقفوا معنا الله يجازيهم بخير. السلام عليكم، معكم بدر بونخلا عارض بمدينه فاس ومنظم شوتينغات ومنظف حفلات بيان سور، حاصل على لقب احسن عارض بالمغرب اللي هي توب موديل ماروك. بالنسبه اليوم رحنا في الدوره الثانيه ديال شوتينغ أناقة بلادي اللي الحمد لله توفقنا في عدد كبير ديال الناس ومازال الناس كيتواصلوا معنا باش يجيو، والحمد لله كانوا بزاف ديال المدن بحال كازا قنيطره أزرو، ما نساوش مكناس وما نساوش ناس تطوان اللي كان الحضور ديالهم بكثره. سميتي كريمة غزران من مدينة فاس، جيت اليوم لهاد الشوتينغ عند مدام فاطمة الزهراء، عجبني هادشي ديالها بزاف، كنتمنى ان شاء الله يكونوا مشاركات عديده ان شاء الله. معكم اليوم ايمان شويشو، حنا اليوم في شوتينغ مع ستيليست فاطمة الزهراء الحمدوني، كنشكرها بزاف وان شاء الله عقبل اعمال واحده اخرى. معكم يسرى العماري من مدينه فاس، مهم جيت نشارك في هذه المسابقه هذه، ديجا كنت كنحلم نولي هكا وان شاء الله كنتمنى نوصل داكشي اللي بغيت. وشكرا أستاذة فاطمة الزهراء. معكم لبنى مجاهد من مدينة قنيطرة، سوي موديل، اليوم جيت نشارك في شوتينغ مع أناقة بلادي، صراحة اللي داز زوين سوبر. كنشكر مدام فاطمة الزهراء على الشوتينغ الرائع ومسيو بدر. معكم خديجة عاشي من مدينة مكناس، جيت باش نشارك في هذا الشوتينغ اللي في مدينة فاس، وكنقدم تحية كبيرة للأستاذة فاطمة الزهراء الحمدوني اللي عاونتنا باش ندخلوا في هذا الشوتينغ واللي هي كل شيء في هذا الشيء كامل، وتحية لها كبيرة. معكم فاطمة الزهراء من مدينة مكناس، جيت نشارك في هذا الشوتينغ مع مصممة أزياء فاطمة الزهراء الحمدوني وطوب موديل ماروك، ونتمنى نكملوا في هذه المسيره ان شاء الله، ونتمنى نكونوا عارض الازياء في عالم المغرب ان شاء الله وعالم خارجي وعالم داخلي. سميتي محمد شويشو، كنسكن في مدينه فاس، جيت ندوز شوتينغ تاع اناقه بلادي اللي داز زوين، وكنشكر اناقه بلادي اللي تحت لنا الفرصه باش ندوزوا شوتينغ بحال هذا في مدينه فاس. بونسوار ا توج، جو مابيل مريم مبروك، جي 18 ans، جي ايتودي لانفورماتيك اي جي جاكي اون فورماسيون دي لانغ فرونسي اي انغلي. جيت حضرت لهاد الدوره ديال اناقه بلادي باش ناخذ فكره، حيت باغا ان شاء الله في المستقبل نولي عارض ازياء انترناسيونال، وجيت هكا باش ناخذ فكره نشوف شنو كاين وان شاء الله علاش لا نبقى ديما معاهم حتى نوصلوا ان شاء الله كاملين للفيلم ما بغينا. وكنتمنى اللي معايا هنايا كلهم يوصلوا لك الشيء اللي بغاو واللي عنده شي حلم يتحقق له باذن الله. معكم حمزه المقام من مدينه المضيق تطوان، جيت لهاد الشوتينغ مدينه فاس كيف ما كتشوفوني بهاد الاطلاله الجميله ديال اناقه بلادي، والسن ديالي 19 سنه وانا طالب بجامعه عبد الملك السعدي بمغتيل. السبب اللي خلاني نجي لهاد الشوتينغ هذا هو انني بغيت نكون كمثال موديل بروفيسيونيل في هذا المجال هذايا. سميتي نوره الشايب من مدينه أزرو، جيت اليوم لاناقه بلادي باش ندير دوره تدريبيه على عرض الازياء وكيفاش كيكون، وان شاء الله علاش لا نكونوا عارضات ازياء كاملين معروفات ان شاء الله في العالم كامل. معكم حمزه مستور من فاس، 19 عام، ايتيديون تاع بيولوجي في لافاك سيونس دال ميراز، جيت لهاد الشوتينغ هذا باش ناخذ اكسبيريونس نولي ان شاء الله موديل بروفيسيونيل علاش لا. معكم سناء من مدينه مكناس، العمر 21 سنه، كنقرا في كليه الحقوق بمدينه مكناس، و
شرف لي كبير باش نحضر لهاد الدوره ديال الشوت، الدوره التكوينيه ديال الشوتين قد العريضات، وكنتمنى نكون توب موديل في المغرب. توم معكم ابراهيم ساسيون من مدينه مكناس، في عمري 25 عام. كانت عندي رغبه من الاول بانني نكون واحد المانكان بروفيسيونيل، داكشي باش جيت للشوتين باش نخطط لك اكسبيرونس زوينه. كوم ساره المهداوي من مدينه فاس، وكان لي الشرف انني نحضر في هاد الدوره ديال اناقه بلادي، وهذا الشيء زوين تبارك الله ما شاء الله. وكنتمنى ان شاء الله كون خديت فكره على هاد الدوره، وان شاء الله نكون في المستقبل. كنت مدرس مشهور من فاس، 18 سنه كنقرا في بكالوريا، جيت لهاد الشوتينغ ديال اناقه بلادي باش نولي موديل بروفيسيونيل وانترناسيونال، علاش لا. السلام عليكم، اسمي دعاب توري، سن 9 سنوات، مشتور ميكاب عزيز صالون لارتيست. شرف لي نكون حاضرة في هذا العام الجيد للدورة الثانية للشوتينغ أناقة بلادي بمدينة فاس. تنشكر مصممة فاطمة زهرة الحمدوني، وبهذه المناسبة تنقول ماما بابا تنحبكم بزاف. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.